هنتكلم عن الكوست اناليسز. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على اول two steps of economic evaluation. اول step كانت ان احنا بندفاين the alternatives, والstep اللي بعد كده ان احنا بندفاين ال perspective اللي احنا هنتبناه, ال time frame اللي هنعمل فيه ال economic evaluation, وال population of interest بتاعنا. الستيب اللي بتيجي بعد كده ان احنا بنشوف الريسورسز اللي احنا هنستهلكها, هنعملها ايدنتيفيكيشن, هنعملها ميجرينج وفالويشن. خلال المحاضره ديت هن اكسبلين الديفرنت كونسبتس اوف فاليو, يعني ايه برايس, الكوست, الكوست درايفرز, ازاي نو ميجر الكوست اوف ان انترفنشن, ازاي نكالكوليت البادجت امباكت والكوست اوف ايلنس. دي حاجات هنتعرف عنها عليها خلال المحاضرة دي. هنلاقي ان احنا ان انا اعمل analysis لل cost of alternative treatments or healthcare programs. دي حاجة common جدا في كل انواع ال economic evaluations. لكن السؤال هو which cost should be considered. هنلاقي ان احنا عندنا نوعين كبار من ال cost. لأي intervention بيكون له direct cost and indirect cost. ال direct cost ممكن تكون within ال health care, زي ال health services resources اللي بتستخدم, سواء كانت inpatient أو outpatient, أدوية بنستخدمها, tests بتتعمل, كل ده بيندرج تحت ال direct cost within ال health care. كمان في بيكون direct cost بتكون خارج ال health care, زي ال transportation اللي ال patient ممكن يكون بيدفعها عشان يروح للمستشفى او الكلينيك اللي بيتلقى فيها العلاج. كمان ممكن يكون لو في اي type of informal care هو بيتلقاه بينتج عنه cost معين, ده بيندرج تحت ال direct non-healthcare cost. اما بالنسبة لل indirect cost, بالنسبة في جزء منها بيقع على الفاميلي والفريندز وهنتكلم عنه بالتفصيل, وفي جزء منه بيكون واقع على السوسايتي, بيكون وايدر عن نطاق الفاميلي اند فريندز, لكن بيقع على السوسايتي, وده بنحسبه من خلال اللوست برودكتيفيتي. وهنتكلم ايه هي الطرق لحساب البرودكتيفيتي لوس ليتر اون وزين خلال اللكتشر. لكن انهي اي من هذه الكوست احنا هنعتبرها في الايفالويشن بتاعنا, ده دايما بيعتمد على البرسبكتيف اللي احنا بنتبناه في الايكونوميك ايفالويشن بتاعنا. هلاقي ان هنا دي ليست كبيره بتحاول تورينا ايه اللي ممكن يندرج تحت الدايركت كوست او الاندايركت كوست within هيلث كير او خارج الهيلث كير. هلاقي ان حاجه زي دايركت كوست within هيلث كير ممكن بعتبر فيها الاوت بيشنت, بعتبر فيها التكلفه الكلينكس, الاي ار, الهوم هيلث كير, الفيزيشن سيرفيسز, تكلفة الامبولنس نفسها, النيوتريشن, الدراج كوست, كل دي حاجات بحطها لما لازم ان انا احددها وانا بتكلم على الدايركت كير, دايركت هيلث كير كوست. لما باجي اتكلم على الدايركت هيلث كير كوست, اما لما بنيجي نتكلم على ان الدايركت نون هيلث كير كوست بيبقى بيندرج تحتيها حاجات زي السوشيال سيرفيسز, الكونسلنج, حاجات زي الليجال كوست, ترانسبورتيشن, تشايلد كير, هاوس كيبنج. كل الحاجات دي هي اتس دايركت كوست لانها ناتجه عن التريتمنت بصفة بشكل مباشر, لكنها كلها خارج نطاق الهيلث كير سيستم. بالنسبة للإندايركت كوست هلاقي ان احنا مينلي بنبص على البرودكتيفيتي لوس, نتيجة الموربيديتي او المورتاليتي او نتيجة الديسابيليتي او امبيرمنت حصلت. هلاقي كمان ان احنا بنحسب فيها التايم سبنت باي فاميلي اند فيزيتورز اتندنج ذا بيشنت, ده كله بيندرج تحت الإندايركت كوست. هي
اول حاجه لازم نعملها لما نيجي نحسب نشوف ازاي هنعمل الكوست اناليسز، ان احنا تو ميجر الريسورسز اللي استخدمت. بنحسب الريسورس يوز ازاي، بتستخدم ب appropriate physical and natural units، سواء حسبتها لو هي ايام بحسبها بال hours او days، او لو هي transportation بحسبها بالكيلو كيلومتر او بالمايلز، او لو دراج ممكن احسب الدوز اللي اتاخدت، فاحنا بنحسبها ب appropriate physical and natural units. الاقي ان في الكومن كاتيجوريز اللي غالبا بتبقى اسيست لما بنبص على الدايركت كوست، هلاقي ان احنا عندنا الكابيتال كوست زي البيلدينجز او الاكويبمنتس، عندنا الحاجات زي الاوفر هيد اللي هي زي الهيتنج واللايتنج، الادمنستريشن والكيترينج اللي هي لازم بتتوزع على حسب الشير بتاع كل مكان او كل بروجرام من استهلاكها. عندنا كمان الليبر سواء كانت ميديكال او نون ميديكال ستاف، عندنا كونسيومبلز وبيندرج تحتها الدراجز الادفانتجز، واي حاجه احنا بنستخدمها كمستهلكات خلال الكير اللي احنا بنقدمه. هلاقي ان لما بنيجي نبص على الكوست، هلاقي ان في حاجات بيبقى لها فيكست كوست وحاجات تانية بتبقى ليها فاريبل كوست. الفيكست كوست دي الحاجات اللي تكلفتها مش بتتغير مع تغير الكوانتيتي، ودي زي الكابيتال او الاوفر هيد، هلاقي ان قيمتهم ثابته على الشورت ران حتى لو غيرنا الكوانتيتي. بالنسبه للفاريبل كوست هلاقي زي الحاجات اللي بتتغير مع الليفل اوف سيرفيس، ودي بتشمل غالبا الكونسيومبلز زي الادويه. لما باجي احسب التوتال كوست بتاع سيرفيس معينه او بروجرام معين، هلاقي ان انا بلاقي ان التوتال كوست هتساوي لي الفيكست كوست زائد الفاريبل كوست. وزي ما احنا شايفين الفيكست كوست لما بنيجي نعبر عنه، هلاقي ان الكوست ثابته مع تغير الكوانتيتي، وايل الفاريبل كوست بتتغير مع تغير الكوانتيتي، والتوتال كوست بتساوي مجموع الفيكست كوست اند الفاريبل كوست. لما في كمان عندنا two terms لما the average والmarginal cost، هلاقي ان الaverage cost او التكلفة متوسط التكلفة ده هو ال cost per unit of output. انا بجيب ال total cost بقسمه على ال quantity عشان اعرف ايه ال average cost، وده غالب وده بيتأثر بال fixed cost، لان احنا ال total cost زي ما قلنا كانت عبارة عن الفيكست كوست زائد الفاريابل كوست، وبالتالي لما باجي احسب الافريج كوست المعتمدة على التوتال كوست، هلاقي ان هي بتشمل الفيكست كوست وبالتالي بتبقى انفلوينسد بيها. اما بالنسبة للمارجنال كوست، ده by definition هو ال cost of producing an extra unit علشان treat one more patient، هتكلف قد ايه اكسترا، او علشان لو if it's a screening program، لو انا to detect one more cancer case هتكلف قد ايه for an extra unit an extra cancer case. دي بتبقى معتمدة على ال variable cost لانها عبارة عن التغير في total cost اللي بيحصل with an extra unit على التغير في الكوانتيتي اللي هي على 1. لو انا بتكلم عن 1 extra unit يبقى هلاقي ان المارجنال كوست ما بتتأثرش بالفيكست كوست، ولكن الفاريبل كوست هي المؤثر عليها. احنا لما بنيجي نكونسيدر زي ما احنا قلنا، لما بنيجي نكونسيدر الافريج كوست، الافريج كوست اناليسيس بي كونسيدر التوتال او الابسولوت كوست اند اوتكمز اوف ان انترفنشن، لكن المارجنال كوست اناليسيس بي كونسيدر از هاو الاوتكم تشينجز وذ تشينج ان كوست. وغالبا ده بيبقى اكزامبل ان هو بيبقى ريليتيف للستاندرد of care or another comparator، لان the marginal cost analysis ممكن تديني information عن ازاي استخدام resources بشكل efficient.
لان انا ممكن لما اكزامن المارجنال كوست الاقي ان عند certain level of spending بعدي انا الاديشنال بنفيت اللي انا بحصل عليها قد لا تكون worth الاديشنال كوست اللي انا بتحمله. علشان نوضح اهميه المارجنال كوست هنشوف مع بعض اكزامبل عن كانسر سكريننج بروجرام. بيتكون من البروجرام بيتكون من 6 تاس على 6 ستول تاس بيتعملوا بير بيرسون علشان تو ديتكت كولون كانسر. لو اي واحده من الست تاس دول طلعوا بوزيتيف بتبقى فولد باي باريوم انيما وي اسيوم ان مفيش فولس بوزيتيف ولا فولس نيجاتيف ريزلتس بننتج عن الباريوم انيما. اما عن الانيشال تاست هلاقي انه الترو بوزيتيف ديتكشن ريت بتاعه 91.6% والفولس بوزيتيف ريت بتاعه 36.5%. وهلاقي ان each the first stool test بيكلفني $4 والsubsequent test بيكلفني $1 والباريوم انيما تكلفتها كانت $100. We assumed ان في 72 true cancer cases لكل 10,000 واحد في population. لو احنا بصينا على الجدول ده هلاقي لو انا بصيت على الـ average cost per cancer هلاقي per cancer detected هلاقي ان هو بيتراوح من 1175 ل 2268 دولار وبالتالي الـ average cost ما بيتغيرش بشكل كبير. لكن لو احنا شفنا الـ marginal cost هلاقي ان at عند ال 6 تست لما بنبص على المارجنال كوست بير كانسر ديتكتد هلاقي ان هو بيتصاعد بشكل كبير جدا وبيوصل لي لحوالي 47 مليون دولار. وده معناه وهنا زي ما احنا شايفين ان المارجنال كوست ورالي ان at a certain level of spending بعديها it's not the benefit اللي بيعود عليا not worth ال spending اللي انا عملته او الانفستمنت اللي انا بعمله. لكن which cost should be considered ايه هي ال cost اللي انا هحطها في ال evaluation بتاعي. هلاقي ان range of costs اللي انا ب included في any given study بيبقى decided اعتمادا على اربع حاجات. هي ايه ال viewpoint بتاع ال analysis بتاعي؟ هل ال comparison بتاعي restricted ل ال two or more programs immediately under study ولا انا هقارن ب programs تانية؟ هل ال costs اللي انا merely likely اللي انا هزودهم بس هتكونفيرم الريزلتس اللي انا حصلت عليها ولا ممكن تغير لي النتيجه؟ وهو ايه الريلاتيف اوردر اوف ماجنيتيود اوف كوست بتاعتي. وهنتكلم على كل واحده من الايتيمز ديت بالتفصيل. لو احنا اتكلمنا على الفيو بوينت اوف ذا اناليسيس هلاقي ان اتس اسينشال ان انا احدد الفيو بوينت بتاعي لان الايتم اللي يعتبر كوست من وجهة نظر قد لا يكون كوست لو انا اخدت وجهة نظر تانية. بما حاجة زي patient's travel cost ديت بالنسبة للpatient هي is a cost من patient's point of view هي cost بالنسبة للsocietal point of view. لكن لو احنا اتكلمنا على وزارة الصحة هي لا تمثل cost بالنسبة لوزارة الصحة. فلو انا تبنيت وجهة نظر وزارة الصحة يبقى لن اعتبر ان الترافل كوست ديت من الكوست that has to be included في الستدي. حاجة زي الworkers compensation payment دي حاجة الgovernment لازم تدفعها وبالتالي it's cost to the paying government. لو انا اعتبرت وجهة نظر الpatient فهي again للpatient. اما لو شفت من وجهة نظر السوسايتي هي لا كوست ولا جين لان ده مجرد ماني ترانسفير
مش بيرفلكت اي ريسورسز تم استهلاكها. والترانسفير بايمنت ده بس الايكونومست بيقول عليه ترانسفير بايمنت، وبعض الكوست قد تكون انفولفد في الادمنستريشن بتاع الكومبنسيشن بايمنت، لا لكن هم بذاتهم لا يعتبروا كوست بالنسبه للسوسايتي، ولكن مجرد ترانسفير بايمنت لان ما فيش اي ريسورس كونسامشن انفولفد. طيب انا هاخد انهي فيو بوينت؟ لو احنا مثلا الايكونوميك ايفالويشن ده واز كوميشند باي ا جيفن بودي، يبقى انا goes without saying ان في الاغلب ان انا هتبنى وجهة نظر البودي ده. لكن لو انا I'm in doubt which viewpoint to adapt، غالبا we do adapt the societal point of view لان هي ال broadest we one and is always relevant. السؤال التاني اللي احنا بنسأله لنفسنا عشان نعرف which courses to include هو هل ال comparison دي restricted ل two or more programs immediately under study، ولا احنا هنقارن ب other programs later on. لو ال comparison بتاعتي restricted ل two programs او treatments immediately under study، يبقى لو في cost common ما بينهم ما نضيعش وقتنا ومجهودنا في ان احنا نحاول نشوفهم لان هما common، وانا اللي يهمني الفرق ما بين ال two programs. لكن وده هيوفر لنا، انا عملت لهم ايه elimination، ده هيوفر لي مجهود ووقت. لكن لو انا later on ممكن ان انا اعمل a broader comparison ممكن في فترة بعد كده، او ان انا هinclude other alternatives لسه ما هماش specified، يبقى it's prudent ان احنا to consider كل ال costs بتاعت ال two programs. برضو هل لو انا included more cost categories هل ده ممكن يغير في ال outcome بتاعي ولا لا؟ لو انا متخيلة ان including certain costs ده ممكن يأثر لي على ال outcome، يبقى these costs has to be included. لكن لو انا شايفة، لو احنا متخيلين ان هما unlikely ان ال choice بتاعنا of a program is unlikely to be changed، it may not be worthwhile ان انا to complicate the analysis بتاعي ان انا to include more cost items، هيكونوا مجهود اكبر عليا ولن يغيروا في النتيجة في شيء. لكن لو انا قررت ان انا to exclude a certain cost category this has to be justified. كمان what is the relative order of magnitude of cost، انا لازم احدد كل الكوست الناتج او استهلاك الريسورسز والكوست الناتجة عن استهلاك الريسورسز الناتجة عن a certain program. لكن لو انا في certain categories الماجنيتيود بتاعها صغير وصعب في حساباتها ومش هتغير لي في النتيجة، فقد يكون من الاحسن ان انا to exclude them من ال analysis. ولكن it's worth while identifying the cost categories ديت حتى لو انا قررت later on ان انا اعمل لهم elimination from the analysis نتيجة ان هم ملهمش تأثير على ال decision بتاعي. طيب ازاي اعمل estimation for the cost؟ يبقى انا دلوقتي عرفت انهي cost to include، وده based على ال perspective اللي انا هاخده based على ان كان هحد ال evaluation بتاعي لل programs under study ولا انا later on هوسعه عن كده، based على magnitude بتاع cost categories اللي انا هحطها. لكن ازاي انا هحسب ال cost؟ how should ال cost دي be estimated؟ هلاقي ان اي الكوستنج عنده two elements. اول حاجة ان انا to measure the quantities of the resources used، واحنا قلنا ان بنعمل ده
بابروبريت ناتشرال يونت، وبعد كده باساين للكوانتيتيز ديت اساين ايه يونت كوست للكوانتيتيز ديت او برايسز. هلاقي ان الميجرمنت اوف الريسورسز الريسورس كوانتيتيز ده غالبا بيعتمد على الكونتكست بتاع الايكونوميك ايفالويشن، وغالبا احنا لما بنيجي نحط يونت كوست غالبا بنستخدم الماركت برايس which is which is a pragmatic approach للكوستنج، unless ان احنا في سبب يخلينا نستخدم other costs like مثلا ان البرايس is subsidized by a third party. هلاقي ان الريسورسز لما اجي اعملها valuation this has to be according to the opportunity cost. فمعظم الماركت برايس غالبا بيكون a good reflection لل opportunity cost، لكن عندنا زي ما قلنا قبل كده ال health care is different. The health care provision is rarely subjective is rarely subject لل market valuation، وبالتالي في بعض الأوقات قد نلجأ ان احنا نستخدم shadow costs علشان نعمل adjustment للبرايس الموجود عندنا. وده اللي مفروض ان احنا نلاقيه لو احنا في ال competitive markets، ان انا عندي ال عندي ال ادي ال cost وعندنا ال benefit، وبنيجي عند ال point of equilibrium ديت اللي بحدد عندها ال price. لكن الحقيقة ال healthcare market is rarely competitive. Pharmaceutical is subject to monopolies with discounts. The labor market is imperfect. في cross subsidization. في inefficiencies في production. وبالتالي the price في حالة the healthcare is not equal to cost. لكن the most pragmatic approach هو إن إحنا بنضطر نستخدم this price for the valuation of resources used. هلاقي إن أنا لما باجي أتكلم على أنواع الكوستنج هلاقي ان احنا عندنا كوستنج ممكن يبقى بيرفورم توب داون او بوتوم اب. ازاي انا ممكن استخدم افريج بير دايم ديلي كوست لكل بيشنت، اشوف تكلفه المؤسسه بتاعتي واشوف واقسمها على عدد البيشنتس بتوعي واشوف تكلفه بير بيشنت بتاعي يكون قد ايه. في الحل التاني ان انا ممكن اعملها ديزيز سبيسيفيك بير دايم واشوف الافريج ديلي كوست فور تريتمنت في ديزيز اريا معينه. احيانا بنستخدم كيس ميكس جروب ان انا اقسم البيشنتس كاتيجوريز اصغر شويه واشوف تكلفه كل كاتيجوري، او ان انا الجا للمايكرو كوستنج وفي هذه الحاله انا بشوف كوست اوف ايتش كومبوننت اوف ريسورسز يوزد واحسب الفوليوم بتاع الاستهلاك واشوف تكلفه كل يونت قد ايه علشان اجيب التوتال كوست. التشويس بتوين استخدم انهي واحد من دول بيعتمد على الداتا بيعتمد على الداتا افيليبيليتي والتايم كونسترينت. طيب انا هجيب منين اليونت كوست داتا؟ ممكن اجيبها من published sources، ممكن تبقى الجوفرنمنت حاطه اليونت كوست ديت تسعيره معينه، ممكن انا عملت a previous research وعندي ليست بالاسعار، ممكن البروفايدر نفسه يور كيبنج اكاونت. في حاجات بتعمل لها دايركت فالويشن زي ال out of pocket expenses زي ال travel time زي ال child care، ودي غالبا بنحصل عليها من خلال questionnaires او ال diaries او ال patient diaries patient and family diaries. احيانا بنضطر نعمل adjustment لان unit cost قد تحتاج ان هي to be adjusted نتيجة ال price inflation، لان احنا جايبين ال price ده من different years او نتيجة الفرق في العملات ما بين الدول. بالنسبة لل price inflation هنتكلم عنه later في وازاي نأجست فور البرايس انفليشن هنتكلم عنه later on في محاضرة جاية. اما بالنسبة للانترناشنال كورنسيز فلما بنيجي نعمل لها adjustment عندي two options، ممكن ان انا استخدم الاكسشينج ريتس
سعر الصرف ما بين العملتين، اغير من عملة للتانية، او ان انا الاحسن ان انا استخدم الـ purchasing power parities دو علشان أ convert different currencies into a common denominator. هلاقي ان الـ PPP more appropriate than الـ exchange rate لأنها بتعتمد على a common basket of goods. هلاقي ان انا لما باجي اتكلم على الـ PPP بستخدم الـ market basket index بيستخدم to translate the cost in one country into comparable cost in another country، وده اعتمادا على الـ purchasing power في الدول ديت. هو احسن من الـ exchange rate لانه بي provide comparative measure of of buying power و does not reflect الـ supply of currency في الـ international markets. الـ common measures اللي بنستخدمهم هما الـ OECD PPP and the Big Mac Index. و Big Mac Index is worth mentioning إن هو it was not intended ك precise gauge of currency misalignment، لكن merely كتول علشان تسهل فهم الـ exchange rate therapy. Big Mac Index كان فكرته هو إن ان احنا بنشوف سعر البيج ماك في one country بالعملة المحلية، وبنشوف سعره في البلد التانية برضو بالعملة المحلية، وبنشوف الفرق ما بين البلدين، وبنقارن الفرق ده بالفرق في الاكسشينج ريت، وهل وبنشوف هل فعلا الاكسشينج ريت is aligned مع القوة الشرائية بتاعة العملة، ولا في ميس الاينمنت في الاكسشينج ريت او في كرنسي يعني ميس الاينمنت. ده كانت فكرة البيج ماك اندكس، which one of الways ان احنا نكونفرت البرايسز from one country to another. يبقى زي ما احنا قلنا، احنا علشان احسب الكوست الالمنتس بتاعتي ان انا الاول بحدد الفوليوم اوف ريسورسز اللي بستخدمها، بجيب الفوليوم ده سواء من الجايد لاينز، من الليتريتشر، من البيشنت دايريز، من اوبزرفيشنال ستاديز، وبجيب اليونت برايس، وده بحصل عليه ممكن من ناشونال جايد لاينز، من الليتريتشر، من البيشنت دايريز، من او بيجي باك ستاديز، وبضربهم في بعض عشان احصل على الكوست. لكن في certain issues commonly arises لما بعمل costing. اول issue بتظهر لي لما في costing studies هي ازاي اعمل value imputation ل non-market items. بالنسبة لي قلنا لي الماركت items عادي بستخدم في الاغلب، انا بستخدم الماركت price، لكن هعمل ايه في الـ non-market resources اللي انا بستخدمها زي الـ volunteer time، الـ patient او الـ family leisure time. For valuation احنا ممكن ان احنا نستخدم الـ market wage rate، زي لو هو مثلا زي الـ volunteer time انا ممكن استخدم الـ wage rate of for the unskilled wage rate. حاجة زي الـ leisure time lost، ساعات انا بدي له قيمة من ممكن ان انا اعتبره كزيرو، ممكن اعتبره قد زي الـ average earnings، وفي بعض الاوقات انا ممكن اعتبره بقيمة الـ overtime. الـ most common practice في الـ literature ان احنا ن value الـ leisure time at zero في الـ base case او الـ primary analysis. لكن حاجة زي الـ patient time cost دي حاجة مهمة جدا to be considered لو احنا هن adopt الـ societal perspective. السؤال الـ issue التانية اللي بتظهر لي هو امتى انا محتاجة to adjust الـ market prices. نتيجة الـ imperfections في الـ healthcare market، الـ market prices may not reflect الـ opportunity cost، واحنا اتكلمنا على في الموضوع ده قبل كده.
We it's not clear when an analyst should attempt to adjust the observed market price to reflect a true opportunity cost. لكن لو انا لو قررنا ان احنا to attempt ان احنا to adjust the market price لازم نبقى احنا عندنا قناعتين. الاولى هو اننا لو سيبنا البرايس ان ادجستد ده هي انتروديوس سبستانشال بايس في الاستدي بتاعتي, وثاني حاجه ان يبقى عندي كلير اند اوبجكتيف واي اوف ميكينج ذا ادجستمنت. لما باجي اشوف تالت ايشو بتظهر لي في الكوستنج ستاديز هو هاو لونج شود كوست بي تراكت. هلاقي ان دايما لما بعمل assessment how long should cost be tracked هلاقي ان المين objective بتاعي ان انا avoid misleading the decision maker او ال user. لو اما في ال study ديت هنلاقي ان احنا بنقارن كان بيقارنوا to interventions ال percutaneous transluminal coronary angioplasty versus ال coronary artery bypass grafting. هلاقي ان لما كنا بنconsider لما they considered the cost till hospital discharge لان الفرق في الكوست كان كبير جدا والCAPG كان more cost كان الكوست بتاعته اعلى بكتير جدا عن الPTCA. لكن لما المقارنة ديت امتدت لمدة 24 شهر كان في فعل still في فرق في الكوست ما بين ال two interventions, لكن الفرق ده كان أقل بكتير لما ال costs were tracked لمدة 72 شهر. هتلاقينا ان الفرق في الكوست ما بين ال two interventions يكاد يكون indistinguishable. السؤال اللي بيطرح نفسه طيب how accurate does costing have to be, طب انا اختار انهي level of precision. هلاقي ان الكوستنج can take considerable time and effort and it's not possible ان احنا to do a perfect job every time. لكن لازم خلينا دايما واخدين بالنا ان احنا ان احنا not to make perfect the enemy of merely good, ان احنا بالوقت والجهد والديتا اللي موجودة نختار ال level of precision اللي المناسب, و as long as ان ده هيساعدني ان اخد decision صح. وبقى مع الاخذ في الاعتبار ان اي item او level of precision ان انا مش هقدر اوصله ما يكونش لي impact كبير على ال decision making. لازم برضو ناخد في بالنا من حاجة ان احنا لما بنستخدم الـ routinely available data زي الـ hospital paradigms او الـ case mix group cost لازم نسأل نفسنا مجموعة من الاسئلة. الـ cost ده ازاي كان estimated, ايه هي categories الـ included, هو ايه الـ date بتاع الـ cost estimate اللي انا بستخدمه. لما نيجي نتكلم على estimation للproductivity changes هلاقي ان في topic of productivity loss remains much debated في field of economic evaluation من ناحية ازاي to be measured وازاي تعمله valuation. وكتير من health technology assessment organizations impose restrictions على ال inclusion بتاع ال productivity cost في ال health economic evaluations لأن لسه في questions كتيرة regarding relevance و ال available methods اللي بتستخدم في evaluations. هلاقي ان في دول زي Netherlands و Sweden لما بنتبنى ال societal perspective ال productivity cost lesson to be included. في نيدرلاندز بيستخدموا الفريكشن كوست, اما في سويدن بيستخدموا الهيومن كابيتال وهنقول ايه الفرق ما بينهم. في حين ان كندا
هلاقي ان هم حاطين productivity cost may be included but it's not it's not mandatory. اما in UK the productivity loss is not included في ال economic evaluation. اول طريقة for valuation هي ال human capital, وهي بتعتمد على ال gross wages including ال employee benefits علشان انها to estimate ال productivity cost, لانها it assumes ان ال wage هو ال proxy for measuring ال employee output. ال human capital values time lost of work نتيجة being sick او premature death أو incapacity أو inability, وبتحسبها لغاية ال time for pension. ال human capital هي الطريقة اللي بتتبناها أغلب الدول في Europe وفي in the real world, لكن المشكلة فيها إن في الحقيقة إن لما بيتغيب عامل غالبا بعد فترة بيبقى replaced سواء ب less suitable colleague أو ممكن يبقى محتاج إن هو to be replaced permanently, وبالتالي كمان بيكون في تكلفة لل recruitment وال training cost. يبقى اللي ال human capital بتعمله إنها بتعتمد على ال gross wages علشان to estimate ال productivity cost, وبتشوف الفترة قد إيه بتفاليو التايم لوست اوف ورك نتيجة ان الانسان مريض او نتيجة البريماتيور داس, وبتحسب الفترة دي لغاية لغاية التايم تيل بنشن. لكن هي ما بتحطش في اعتبارها ان العامل بعد فترة بيتم ايه استبداله, وعلشان اللي علشان كده في طريقة تانية approach مختلف اللي هو ال friction cost, وده بيحاول ان هو to compensate لل drawback ده في ال human capital بان هو بيحسب ال lost productivity نتيجة ال illness based على ال replacement cost instead of ال employee wage. وال friction cost بتعتبر ان everyone is replaceable وبتحسب فقط ال time frame replacement is needed. يبقى انا بشوف الفترة اللي انا محتاجاها for replacement, بشوف انا بحدد ال time period ديت وال frequency of the time period وال cost per unit of friction time علشان احدد ال productivity loss. وال friction cost ديت ممكن تشمل كمان التكلفة اللي ممكن يتحملها الامبلوير علشان يستبدل العامل اللي عنده, زي لو محتاج يعمل اعلان, لو محتاج يعمل الريكروتمنت كوست نفسها, لو محتاج يعمل تريننج لامبلوي جديد, كل ده بيندرج تحت الفريكشن كوست. بعض البوليسي ميكرز شايفين ان دي طريقة more realistic في حساب ال productivity loss عن ال human capital. يعني لو احنا علشان جينا نقارن بين ال human capital method بال friction cost approach, هلاقي ان ال human capital لما بتيجي تعمل valuation بتحسب ال potential value of production loss نتيجة ال illness, لكن هنا في الفريكشن كوست هلاقي ان هي بتحسب الاكتوال فاليو اوف برودكشن لوست ديو تو illness. الهيومن كابيتال ميثود فيلز تو اكاونت فور بوسيبيليتي ان الابسنت وركر ده ممكن تو بي ريبليسد, لكن الفريكشن كوست بتاسيوم ان ايفري ون از ريبليسبل, وبالتالي الهيومن كابيتال السكوب بتاعها بيكون اكبر لانها بتانكلود الكوست اوف لوست برودكتيفيتي نتيجه السيكنس الديسابيليتي الريتايرمنت البريزنتيزم as well as اللوست نتيجه النون ورك تايم والانفورمر كيرز تايم. اما الفريكشن كوست الابروتش هلاقي ان هي اتس نارو سبيكتروم لانها بتانكلود بس البرودكتيفيتي لوس as measured by an employee replacement cost.
الهيومن كابيتال ميثود طبعا بتكون از مور فيزيبل لانها بتعتمد على سيمبل كالكوليشن باستخدام الويج كبروكسي للامبلوي اوتبوت. اما الفريكشن كوست از مور داتا ديماندنج، هلاقي ان هي بتحتاج داتا عن ال disease specific employment rates وعن ال job vacancy duration. ودلوقتي هنتكلم على two types of cost studies. أول واحدة فيهم هي ال cost of illness. Cost of illness is a determination of economic impact of an illness or condition typically on a given population, region or country. زي مثلا ال impact of smoking, arthritis أو diabetes including the associated treatment cost. لاي ان الـ aim of cost effectiveness studies is descriptive. احنا اللي بنعمل فيها ايه؟ بن itemize value and sum the costs of a particular problem with the aim of giving an idea of its economic burden. يبقى اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نوصف الـ impact بتاع الـ illness or a condition معين، وده بنحسب الـ impact بتاعه ازاي، الـ economic impact بتاعه، بان احنا بنشوف بن itemize و نvalue و نsum all the costs of a particular problem عشان تدينا فكرة عن الـ economic burden بتاعه. الكوست of illness can range من incidence or prevalence of disease، وممكن to include الإفكت بتاعها سواء على longevity, morbidity, the decreased quality of life, the financial aspects بتاعتها, direct to indirect expenditure, the premature death, the disability. كل ده can be included. The cost of illness is essential وبيساعد ان احنا نformulate وprioritize the healthcare policies والinterventions علشان eventually ان احنا to allocate the healthcare resources in accordance مع budget constraints علشان يبقى عندنا a more efficient policy. تاني نوع من ال cost studies هو ال budget impact analysis. هو ال budget impact analysis بي determine the impact of implementing or adopting a particular technology أو technology related policy on a designated budget. يعني لو أنا عندي budget معينة وقررت إن أنا adopt technology جديدة، أنا بشوف تأثير ال adoption ده على ال budget بتاعتي. بيستخدم الـ Budget Impact Analysis for Budget Planning و for Forecasting وعلشان أحسب الـ Impact of Health Technology Changes على الـ Health Insurance Schemes. هلاقي الـ Budget Impact Analysis is مش بديل للـ Cost Effectiveness Analysis ولكنه Complementary ليه. الـ Cost Effectiveness Analysis خلاله احنا بنعمل evaluation لل costs and outcomes ل alternative technologies على specified time horizon علشان نشوف مين فيهم اللي more cost efficient. لكن لما بقرر ان انا to adapt to one of the technologies ال budget impact analysis بيشوف ال financial stream of consequences related لل uptake أو diffusion of technology دي علشان أدترمين الأفوردبيليتي بتاعها. يعني بشوف لو أنا when I selected this most efficient technology اللي أنا اخترتها نتيجة a cost effectiveness analysis، أنا أشوف when I adopted this technology what is the impact of this technology على long run علشان، وبعمل الكلام ده علشان determine الـ affordability بتاعة الـ new technology. بمعنى ان انا لو بصيت في الـ current environment هلاقي ان في الـ current environment انا عندي population في جزء منه sick، عندي targeted population وال population ده بيستخدم certain resources ومنه أنا بحسب ال cost of illness نتيجة ال نتيجة استخدام ال sick population ده لل resources علشان
either for treatment او نتيجة ال disability او نتيجة ال productivity loss حسب which items to be include في ال analysis بتاعي. وبعد ما بحسب ال cost of بحسب منه ال cost of illness، هلاقي ان لما بتظهر تكنولوجي جديدة ال environment بتاعي بيتغير، وبتدي استخدم الاستهلاك ال resources بتاعي بيتغير علشان انا افوركاست ال environment الجديد هيكون شكله عامل ازاي، وهل انا هقدر افورد التكنولوجي الجديدة ولا لا. انا بعمل budget impact analysis علشان اشوف هل انا هقدر اتحمل التكلفة بتاعت الديفيوجن بتاع التكنولوجي الجديد ده ولا لا. طبعا لما when I adapt a new technology لان ال environment بتاعي بيتغير وال cost of illness الجديد وال cost of illness بالتالي لل environment الجديد بيكون مختلف. هنتكلم عن حاجة أخيرة في الـ cost which are the cost drivers. الـ cost driver هو factor that can cause a change في الـ cost of an intervention. هل الـ intervention ممكن يكون عنده one or more cost driver attached لي. احنا محتاجين نفهم او نعرف هم ايه الـ cost drivers ده نتيجة الزيادة الكبيرة في تكلفة الـ health care، لان بمعرفة هم ايه الـ cost drivers بتاعتي انا اقدر اعمل كنترول على الزيادة في الـ health care by manipulating الـ health drivers الـ cost drivers ديت. ودي نهاية كلامنا عن ثالث step في economic evaluation which is cost analysis. في المحاضرة الجاية هنتكلم على benefits. Thank you.